كيف حسام عاشور وجوده هناك؟ ده يعني حسام عاشور قدوة طبعا لأي لعيب صغير. أنا اتكلمت معاه طبعا قبل ما يجي، هو كلمني، هو قال لي تعالى النادي وكده، فطبعا ده شرف لي إن كابتن حسام عاشور يقول لي كده. بس طبعا نادي الاتحاد يعني أنا عارفه من بدري يعني، وعارف جماهيره، فأنا طبعا ما ترددتش، وأنا كنت واخد الخطوة دي إن أنا إن شاء الله أكون موجود في نادي الاتحاد يعني.